قضية بسيطة، جلالة الملك غيمشي لأديس أبابا، غادي يمشي باش يدافع على الدخول ديال المغرب للاتحاد الإفريقي. جلالة الملك أحال علينا القانون اللي دوزنا في المجلس الوزاري اللي هو وثيقة الدعم الموقف ديال المغرب اللي كيدافع عليه جلالة الملك، اللي غيدافع عليه جلالة الملك. هاد الوثيقة هادي خصها تدوز البرلمان، مازال ما عندناش أغلبية، مازال ما عندناش أغلبية، هذا موقف غير معهود، ولكن دابا المصلحة ديال البلاد اقتضت هذا الشيء. إذا غدا غنجمع إن شاء الله الرحمن الرحيم أنا والسي عبد الواحد الراضي بتكليف من جلالة الملك، غادي نجمع الرؤساء ديال الأحزاب الممثلة في البرلمان باش نتشاوروا كيفاش نتجاوزوا بعض الإشكاليات القانونية، لأنه الدستور لا يمنع باش نكونوا باش نفتتحوا البرلمان ويشتغل البرلمان واخا ما كايناش يعني اغلبيه. كاين واحد المشكل المتعلق شنو شكون اللي في المعارضه وشكون اللي في الاغلبيه، لانه بعض اللجان اللجنه ديال العدل والتشريع كتاخذها المعارضه، عندهم كاتب او عندهم امين او محاسب الى اخره في المكتب ديال المجلس النواب. كل شيء هادشي غنشوفوا كيفاش نديروا، نحاولوا نحلوا غدا بالتوافق كافه الاحزاب اللي مجموعه في البرلمان اللي ممثلة في البرلمان. استدعيناها اللقاء غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم، غادي يجيو مع الخمسة رئاسة الحكومة وغادي نشوفوا كيفاش نديروا نتجاوزوا هذه الاشكاليات ملي كتكون القضايا الكبيرة وكتكون يعني المصالح العليا ديال الوطن وتتكون الامور جاية من عند جلالة الملك. كل شيء كل واحد كيساهم بالقدر اللي كيقدر باش تمشي الامور في الاتجاه باش نلقاو الحلول ان شاء الله الرحمن الرحيم.